نعم، يعني في أيام الجمعة يستعيد المسجد الأقصى عشاقه ويشد يعني الرحال المسجد الأقصى الآلاف من المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام. وإعمار هذا المسجد حقيقة هو رسائل الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يخطط لتفريغ المسجد الأقصى، ويأتي يوم الجمعة وتأتي هذه المناسبات الدينية لإعادة يعني عشاق وحماة المسجد الأقصى للمسجد الأقصى. وخاصة أن المسجد الأقصى في هذه الأيام هناك سياسة، الآن سياسة خطيرة على المسجد الأقصى، حيث أن يعني الاحتلال وما يسمى بجماعات الهيكل، وخاصة هذه الحكومة التي ليس فقط تتعاطف مع جماعات الهيكل أو تدعمها، بل هي جزء من جماعات الهيكل، وتحضير لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وإحضار البقرات الحمر والنية بذبح هذه البقرات لإزالة ما يسمى منع صعود اليهود إلى جبل المعبد التسمية العبري للمسجد الأقصى، حيث أنهم يخططون الآن لزيادة المقتحمين بعشرات الآلاف، وأن تكون قاعدة شعبية ضخمة لجماعات الهيكل ليتسنى لهم فيما بعد. وخاصة أن ذبح البقرات ونثر رمادها هي الخطوة الأولى في وضع أو في تهويد المسجد الأقصى، وربما إعطاء يعني إشارة البدء لتهويد المسجد وتقسيمه وربما إزالته وإقامة الهيكل المزعوم. فلذلك تعرض لكثير من المخاطر والمؤامرات التي تحاك، صمام الأمان للحفاظ عليه تواجدنا، وهذا التواجد بالآلاف وخاصة أيام الجمعة وفي الأيام العادية أظن أنه يوصل رسالة بأن هذا المسجد لا يقبل القسمة إلا علينا كفلسطينيين كعرب كمسلمين. ولولا هذا التواجد الدائم لربما حتى هؤلاء استغلوا أيام الجمعة والسبت لاقتحامه وفتحوا كل الأبواب، ولذلك هذا التواجد هو الذي يحمي المسجد ويبقيه على الأقل ضمن دائرة يعني السيطرة عليه حاليا، لأن الحكومة الحالية تخطط خاصة مع النزاع الداخلي وربما لكسب مزيد من الدعم من المستوطنين وغلاة المتطرفين لتقسيم هذا المسجد. وهناك مؤامرات يريد يعني الاحتلال تجسيدها على أرض الواقع، وهذه الجحشود وهذا يعني من يؤم ومن يأتي ومن يشد رحل المسجد الأقصى يؤجل ويؤخر ويعيق هذه المشاريع ويفشلها.